رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد إخواني الكرام، فنحن ما زلنا في تلخيص هذا الكتاب اللي هو أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي. وصلنا إلى المطلب 11 اللي هو هجوم، كنا نتكلم عن صلاة الخوف، هجوم العدو أثناء الصلاة. إذا كان المجاهدون يصلون صلاة الخوف، هل يقطعونها إذا هجم عليهم العدو أم يكملونها؟ خلاف الجمهور، يقولون لا يجوز قطع الصلاة، لكن يكمل الصلاة كيفما تيسر، إيماء للقبلة لغير القبلة. الحنفية قالوا يجوز لهم أن يقطعوا الصلاة يعني ليستأنفوها لاحقا، يعني لاحظوا أهمية الصلاة، يعني أنه حتى في هجوم العدو أنه عند الجمهور لا يجوز القطع، إنما يجوز إيش؟ أنه يصلي كل واحد لوحده، لكن إيش؟ حسب ما تيسر كما ذكرنا. طيب، هل يجوز المطلب 12 المشي في صلاة الخوف؟ هل يجوز المشي في صلاة الخوف؟ طبعا هلا هي صلاة الجماعة، صلاة الخوف جماعة فيها، في بعض صورها فيها مشي، انه يصلي الصف الاول ركعة ثم يمشي الى مقابل العدو فيحرس وكذا، يعني في بعض الصور فيها مشي. لكن بالنسبة لانه قلنا نحن صلاة الخوف لها 16 صورة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بصور مختلفة، وقلنا هي تعود إلى صورتين، صورة أو حالتين، حال فيما إذا كان العدو في مواجهة القبلة، وحال فيصلي بالمجاهدين جميعا، وحال إذا كان في غير القبلة فيقسمها طائفتين إلى آخر الكلام. طيب، فإذا المشي في الصلاة إذا كان في صلاة الخوف جماعة هذه فيها مشي أصلا في بعض الصور، أما صلاة المنفرد المجاهد إذا كان يصلي منفردا هل يجوز له المشي إذا يعني اقتضت المعركة ذلك؟ الجمهور يقولون يجوز المشي له بقدر الحاجة، لآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي مشاة على أرجلكم أو على دوابكم. طيب، المطلب 13 المتلطخ بالدم في صلاة الخوف، هل هذا صلاته صحيحة؟ طيب، هل أولا يقول القرطبي اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، طيب، وكذلك قال النووي لقوله تعالى فإنه رجس، طيب، ولحديث تحته اللي هو الحيض أو دماء الحيض تحته ثم تقرصه بالماء، حديث البخاري ومسلم. لكن هو نجس، لكن هل خروج الدم في الصلاة ينقض الوضوء وينقض الصلاة؟ عند الشافعية لا ينقض الوضوء، وبالتالي لا ينقض الصلاة، وأيضا عند المالكية لحديث، وهذا جاء في حديث في قضية الغزو، أنه كان في غزوة الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد في صلاته، لكن هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا، عند الحنفية أنه ينقض الوضوء خروج الدم طبعا بشروط، فقال الحنفية والحنفية ينقض الوضوء خروج الدم لحديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. طيب، الآن المطلب 14 حمل السلاح في صلاة الخوف، هو واجب عند الجمهور لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وهو مستحب عند الحنفية لأن الأمر هنا هو أمر للرفق بهم، ولو كان شرطا حمل السلاح في الصلاة، لو كان شرطا لو وجب حمل السلاح في صلاة الخوف لكان شرطا فيها وليس هو بشرط. طيب، الآن المطلب 15 حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف، يجوز للحاجة
حمل السلاح ولو كان إيش فيه دم، يجوز للحاجة عند الجمهور إذن حمل السلاح للمجاهد في الصلاة، لكن هل عليه إعادة الصلاة طالما هو السلاح فيه دم؟ يعني طبعا هذا ينطبق على إيش، على السيوف زمان يعني، لكن الآن القتال ليس بالسيوف. طيب على كل، وممكن الإنسان يتضمخ بالدم في من الإصابة أو من الجراحة، فإذا أصابه الدم وصلى بدمه فهل يعيد الصلاة في المسألة قولا. ثم يأتي إلى المطلب الثالث عشر اللي هو حصول الأمن أثناء صلاة الخوف، أنه كان يصلي صلاة الخوف ثم حدث الأمن، أو حصول المطلب السابع عشر حصول الأمن بعد صلاة الخوف، بعدين المطلب الثامن عشر اللي هو، وهذا المطلب الأخير في هذا المبحث اللي هو الصلاة لخوف ثبت توهمه. أنه قلنا نحن صلاة الخوف لا تجوز إلا إذا كان في خوف من العدو وكانوا قريبين منه، لكن هنا توهم، خاف توهما أو توهم قرب العدو، فهنا ليش الحكم؟ طبعا احنا ما رح نسرد هذه المباحث، لأنه كما قلنا ليس كل مطلب سندرسه، نأتي على بعض المطالب والمباحث. طيب البحث الثاني بعد ذلك أحكام المجاهد في قصر الصلاة وجمعها، وفيه مطلبان كما أخذنا من الوقت. المطلب الأول قصر الصلاة للمجاهد، وفيه أربعة فروع. الفرع الأول قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور، هو جائز لهم أن يقصروا بشرط أن تبلغ المسافة التي يقطعونها بالطائرة، الطائرة الحربية طبعا هذه بقى، إذا بلغت المسافة أربعين ميلا، أربعة برد. لحديث موقوف أن ابن عباس وابن عمر كان يقصران الصلاة في أربعة برد، وفي حديث مرفوع لكن ضعيف. طبعا هذا عند الجمهور خلافا لابن تيمية أنه لا تحديد للمسافة في قصر الصلاة وفي جمعها. طيب بعدين يأتي على قصر الصلاة إذا كان في السفن الحربية، سواء الثابتة في البحر أو المتحركة. هلا إذا كانت السفينة ثابتة والمجاهد فيها يحرس، فإذا كانت ثابتة لا يجوز له القصر فيها إذا نوى الإقامة فيها، على خلاف بين العلماء أنه خلال المدة هي كم، لحظة شو بديش الوقت، لأنه هو عند الشافعية المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام لا يترخص برخص السفر، عند الحنفية إذا نوى الإقامة 15 يوما، وطبعا هذا خلافا لابن تيمية الذي لم يحدد أصلا مدة للإقامة في هذا الموضوع، يعني مدة السفر عنده لا تتحدد، يعني يبقى يأخذ برخص السفر مهما طالت المدة يعني، ويمكن أظن في تفصيل عنده في ذلك. هذا كله إذا كانت السفن الحربية كانت ثابتة وكان مجاهد فيها، فإذا ولا يجوز إذا نوى، لا يجوز له أن يترخص برخص السفر إذا نوى الإقامة في هذه السفينة طالما هي ثابتة. أما إذا كانت متحركة هذه السفينة الحربية فيجوز له أن يترخص برخص الصلاة برخص السفر من قصر الصلاة ونحوه، لكن بشرط أن تقطع مدة السفر السابقة اللي هي أربعة برد أو أربعون ميلا اللي هي حوالي 80 أو 90 كيلومتر، فجائز القصر والجمع وسائر رخص الصلاة وجائز وسائر رخص المسافر. طيب نوثق الآن ما نستطيع، هنا الرسالة وإخواني الكرام، وهذا هنا المطلب الحادي عشر اللي هو هجوم العدو أثناء الصلاة، أنه هل يقطع المجاهد الصلاة أم لا. قلنا فيها قولان، لاحظ قول بأنه يكمل الصلاة حسب استطاعته، وهذا يعني القول الجمهور، وقول أنه يعني قول الجمهور لا يجوز أن يقطع لكن يكملها على حسب استطاعته، وقول الحنفية أنه يجوز. هذا هنا المشي في صلاة الخوف أيضا هنا في تفصيل في هذا الموضوع، لاحظوا وهنا أنه الأرجح أنه يجوز المشي في صلاة الخوف بقدر الحاجة إذا صلى المجاهدون وهم يدركون صلاتهم ويعون أقواله وأفعاله. طيب بعدين المطلب، هلا المطلب الثالث عشر المتلطخ بالدم في صلاة الخوف. طيب
بعدين المطلق الماء هذه هون طبعا أنتم قرأوها لأنه ما نستطيع نقرأ هذا. شوف نأتي إلى المطلب الذي بعده حتى هاي هون قضية الصلاة في بالدم. هذا هون حمل السلاح في صلاة الخوف. هل يجب أن حمل السلاح في صلاة الخوف أنه وجوبا ولا ندبا؟ خلاف. وهذه هنا بقية هذه المطلب الخامس عشر، حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف، بعدين حصول الأمن أثناء صلاة الخوف، بعدين حصول الأمن هذه قلناها، بعدين الصلاة بعدين هذه قصر الصلاة، وهذه هون لاحظوا أبواب طويلة جدا، لكن نحن نحاول